أكلوا ويأكلوا في اللحم بعضياتهم، أمهات ما حنوش في ولادهم وكلوهم، حالة من الرعب والفوضى والشدود. والسبب الرفاهية المطلقة، تجربة الكون 25 من أكثر التجارب اللا أخلاقية اللي دارها جون كالهون عالم سلوك حيواني. كان كيقول مع راسه شنو يمكن يوقع إلى الإنسان توفرت ليه جميع وسائل الراحة وما بقاش محتاج الفلوس أو للخدمة، ولكن في الحقيقة هو كان بغي يعرف واش يمكن لسلوك الإنسان يتبدل للأسوأ في حالة ما العدد ديال السكان تزايد في العالم. واش زعما يمكن ينهار المجتمع بسبب التكاثر؟ داكشي اش قرر يدير واحد تجربة مرعبة، شرى أرض وبنى فيها مزرعة للفئران واللي سماها جنة الفئران، ووفر لهم جميع وسائل الراحة والرفاهية وكاع الأنواع ديال الماكلة اللي كتعجبهم، بالإضافة للحماية من الحيوانات المفترسة، ودار لهم ديور صغار فين يولدوا ويعيشوا مع أولادهم. كالهون غادي يحط 8 ديال الفئران في المزرعة وغيبقى سد عليهم لمدة 3 سنين. في البداية الفئران كانوا واخدين راحتهم وعطينها غير للنعاس واللعب والجنس، وفي كل 55 يوم كان العدد ديالهم غادي كيتضاعف حتى غيوصل في الأخير 2200 فار. ولكن بعد 315 يوم غيبداو يبانوا المشاكل، الفيران بدات كتصرف بعدوانية وكتهاجم بعضياتها لدرجة بداو كيحيدوا لبعضياتهم الديل وياكلوه، ووحدين اخرين خافوا ومشاو كيتخباو باش يعزلوا راسهم. الذكور اللي كانوا ضعاف وما قدروش يدافعوا على راسهم انسحبوا واستسلموا وما بقاوش مهتمين حتى انهم يدافعوا على راسهم او لعائلتهم. اما الجيل الجديد ديال الفيران لاحظ كالهون على انهم كانوا معجازين وضاربين الدنيا بركله ومسوقين غير الماكله والنظافه والمظهر ديالهم، وداكشي علاش سماهم بالفئران الجميلون. وحتى من الجنس والتوالد ما بقاوش مهتمين به، وكاين فيهم اللي تصطب كثر من الجو وكان مكهرب. الصدمة كانت انه بعض الفئران اللي كانوا من نفس الجنس غيبقاو يمارسوا مع بعضياتهم حتى غتنتشر المثليه بيناتهم. اما 90% من الامهات ولاو غير كيولدوا كيقتلوا ولادهم، والمباقي من الاناث اللي كانوا حاملين اختاروا انهم يديروا حد لحياتهم، لدرجه ان الروابط العائليه انهارت وتدمرات. من بعد ما دازت 600 يوم اللي كانت فيها اخر ولاده، المجتمع بدا كينهار بشكل سريع، وبعباره اخرى بداو الفئران كينقرضوا شويه بشويه حتى غيموتوا كاملين في مده 2 ديال السيمانات. الا كان هادشي وقع غير في مجتمع صغير ديال الحيوانات، فتخيل الكميه ديال الفضايح والعنف والجرائم والعلاقات المعقده اللي عند البشر، وشنو ممكن يوقع من هنا للقدام نظرا لانه في الوقت اللي دارت هاد التجربه كان غير 2.5 مليار ديال البشر، بالمقارنه مع دابا اللي وصل فيها العدد ديال الكثافه البشريه 8 ديال المليار. واش ممكن ان المخطط الذهبي اللي الهدف ديالو ينقسم البشر يكون حقيقي؟ They're going to be choked with traffic. They're going to be choked with crime. They're going to be choked with pollution. And they will be impossible places in which to live. We have a finite planet with finite resources. And in such a system, you can't have infinite population growth.